Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il est déjà tard, il est 23h presque. Alors, on dit que nous comptons que بعض من الناس كيوا يتكلمنا على فلان الحزب هذا انا يا مانيش فلان دبر راسهم كما قال واحد يدير واش يظهر لهم غدوه بتاتر كما كان عندنا دوتر انفورماسيون قالوا لنا باللي راهي شكشوكه في هذا الحزب هذا اللي كان تاع الجزائريين كامل ولا دوكا مديرين وتحكموا عصابة تطلقوا عصابة تحكموا عصابة تطلقوا عصابة وهي ماشية ملي كانوا كما قلت لكم اليمس هذا الحزب هذا رجعوه فونت كوميرس اللي يحب يطلع للسلطة اللي يحب كما يعمر جيابه اللي يحب يعمر الكونت نتاعو يروح لا فلان وهذه هي الوغ كما قلت لكم قبيل راح نرجعوا على الشيء اللي قلت لكم قبيل هو اولويه الاولويات. انا لو كنت جيت من رئيس الجمهوريه مسيو تبون والناس اللي راهي تسير معاه في البلاد ما نتلقى لا بالصحراء هذه الغربيه ما نتلقى لا بفلسطين ما نتلقى حتى بالبلاد حتى ببلاد في العالم واش راهو صاري فيها ما نتلقاش بها خلاص خلاص. علاش؟ باسكو انا الناس هذو اللي في اللي حاكمين السلطه اذا انتخبوا عليهم الناس وانا على بالي باللي ما انتخبوش عليهم الاغلبيه تغلب الناس اللي اقليات انتخبت عليهم انتخبوا عليهم الواه اسكو انتخبوا عليهم قالوا لهم حنا كي ننتخبوا عليكم روحوا شوفوا لنا المشكل تاع الصحراء. لا كاش من هذا ما كانش مذكورة خلاص في لا كومباني الكتورال عمرو ما كان واحد قال انا اذا انتخبوا عليا الناس راني نروح نفريكم المشكل تاع الصحراء. لو كان كيما هكا واحد ما يفوطي عليه واحد ما ينتخبه قال ولدي حنا الصحراء اللي خاتتنا. اسكو كي دار البرنامج نتاعو
هذا الرئيس ولا الرئيس اللي راح ولا الرئيس الاخر، قالوا باللي رانا الاولويه نتاعنا هي فلسطين. لا، اسكو قالوا باللي الاولويه نتاعنا هي نروحوا ما على باليش نفريو المشكل ما بين مصر وإريتريا ولا ما كانش. دونك انتخبوا عليهم علاش؟ باش يشوفوا لنا المشكل تاع البلاد. واليوم الجزائر تخبط في مشاكل، ومشاكل كبار 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 خلاص. وهذا الناس المسؤولين حبوا يفريوا المشاكل هذه كيما يحبوا هما، وهذه ما يقدروا لهاش ما يقدروا لهاش. وين جيت وين يزيدوا هالناس هذو كيما قال واحد يروحوا لقدام، وين تزيد صعاب 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 عليهم. وانا خايف يجي النهار اللي هالمسؤولين هذو ما كيما قال واحد ما راحوش يحلوا المشاكل تاع الشيء اللي راهي صايره. يعني يجي النهار اللي يكون الوقت هذاك سيت خطخ وما يقدروا يديروا والو. وشكون هو اللي راح يسلك؟ هو الشعب، وهي البلاد، هي الجزائر. دونك عندنا بزاف مشاكل اللي نورمالمون نديروها اولويات. والاولويه كما قلت لك، الاولويات هي المصالحه الحقيقيه، ماهيش مصالحه باش نقعدوا حنا في الحكم. نانا كما داروها الناس الاخرين، كما دارها السي عبد العزيز بوتفليقه ربي يرحمه، ولا داروها الناس اللي قبلوا ولا الناس اللي بعده. أي أرواح مصالحة علاه باش أنا نبقى في الكرسي؟ لا لا يا أخي، لا لا، أنا نحب ندير مصالحة، ليش تاني مقعدش أنا في الكرسي؟ نروح أنا. مين لازم نصالح؟ الناس، لازم نصالح الشعب الجزائري، لازم نصالح الناس اللي راهي كيما قال واحد، كسوا جزائريين يعني هنا ولا في الخارج ولا في كل بلاصة. وغير الإنسان اللي ما يحبش يتصالح، هذاك الله يسهل عليه. حنا نديرو مبادرة كما يقول الانسان، اللي باش نلمو شمل الجزائريين كيما راهم. بصح ماهوش نلموهم على حساب واحد ولا على حساب فئه ولا على حساب كيما يحبوا يديروا هذه لم ما باليش اللحمه ولا لم الشلامه ولا لم على باليش واش يسموها هذه اللي دارها بن فارينا هذا اللي صبرنا بها ربي. هذه ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى. هاد الناس هادو تابور يدواف بارتيخ، هاد الناس هادو بن فارينا وجماعته وهادو الاخر، كي سوسوا اللي راهم في البوفوار ولا كي سوسوا الناس اللي راهي يسميو رواحهم زعما في لوبوزيسيون. هاد الناس هادو ما جابوا والو للبلاد، ما داروا والو للبلاد. عندهم بزاف، وهما عاود 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 كل خطره يعطيهم اون شونس، عاود زيد عاود زيد عاود زيد عاود، ما جابوا والو. دونك لازم لهم يروحوا يخليو شويه ناس اخرين نضاف، الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بهالشي هذا، الناس اللي ما كانوش من قبل، حتى هما يحكموا البلاد شويه ونشوفوا كيفاش. بريميرمون واش نبداو؟ نبداو كما قلت لكم نشوفوا المشكل اللي تعاني منه البلاد. واش هو؟ هو اننا رانا في خطر، رانا في خطر، رانا الجزائر راهي نايمه على بركان كبير. البركان موش واحد برك، براكين سي مولاي. دونك البركان اللي قادر ينفجر رابيدمون هو الناس اللي تحب تقسم البلاد، الناس اللي شافوا باللي ما عندهمش حتى كيف اسمه، ما كانش يعني قالك حنا جينا بالعقل جينا بالعقل جينا بالعقل، ما حبوش الناس تسمعنا. مادام ما حبوش الناس تسمعنا يا خويا نخرجوا وحدنا نديروا دوله وحدنا، وهذه هي اللي لازمنا حنا نديروها اولويه الاولويات. كيفاش نديروا للناس هذو؟ يا هل ترى نشوفوا كش ما ندير نبعثوا لهم دي مرسونار يقتلوهم؟ لا. يا هل ترى كش ما نبعثوا لهم ما على باليش وين بومب تقتلهم؟ ما تصلحش. يا هل ترى كيفاش نديروا لهم الناس هذو؟ لازم الناس هذو لازمنا نقعدوا معاهم، لازمنا الناس هذو هما جزائريين وحنا جزائريين ثاني. موش كي عاد هو هضر كلمه ولا قال هذه هكذا ولا قال هذه ما تعدناش ولا منا قال ردوا ردوا انت ارهابي، انت ارهابي. لا يا اخي العزيز، لا 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 لا، سان مارش با. ديجا لو كان جاء ارهابي راه مسلموه لنا الناس اللي راه هرب عندهم. لا
ما نجموش نهضروا الهضره هذه. اللي هضر الهضره هذه وقال باللي هاد الناس هادو خوانه وهذو الناس هادو ارهابيين وهذو الناس هادو معتبر يتعمروا على الدوله، ما تامروش على الدوله، تامروا عليكم انتوما، تامروا عليكم انتوما، ما تامروش على الدوله. علاه؟ باسكو انتوما ما خليتلهمش لوكازيون باش كيما قال واحد يعيشوا في بلادهم ولا يسيروا بلادهم، ولا ما عطيتلهمش لوكازيون. من 62 ورواح وحنا غير في الانقلابات، انقلاب نحي هذا جيب هذا حبس هذا لو هذا في الحبس لو هذا منا سان مارش را با، سان مارش را با. الدول اللي تحترم روحها والدول اللي بي ديفلوبي ما داروش، ما هزوش الميترايات لبعضهم وروزوا بعضهم، نو داروا واش يقولوا، داروا بروغرام اللي الناس كل تشارك، الناس كل ما نقطع ما نقصيو حتى انسان. علاش؟ بوركوا؟ باسكو يا اخي انسان اللي راهو قاعد في الجزائر ولا راهو جاي باش يقعد الجزائر ولا كيفاش نقصيو هذا؟ كيفاش نقصيوه؟ نورمالمون حتى لو كان يكون واحد ايترونجي معانا هنا في الجزائر وحب يساهم في باش يعدل البلاد، مرحبا به، مرحبا بك يا اخي، مرحبا بك. حبيت كيفاش انا عندي المكتب نتاعي هذا خاصو ضو، خاصو باكزومبل ما على باليش، خاصو ما خاصو جو سي با، ويجيني واحد دركا ايترونجي يقول لي التريسيتي هذا نقدر نلقى لك ليه الحل. نقول له لا لا لا، انت ايترونجي، روح مشي مشي، ما تقعد ما تخليش هنا خلاص، لا لا نبقى بلا شي ضو وانت ما هذه هي الغلطه، هذه هي الغلطه. على بالكم في فرنسا واش كاين؟ كاين ساركوزي هذا اللي كان حاكم فرنسا، اللي كان كيف اسمه، اللي كان يسير في فرنسا، الرئيس تاع فرنسا السابق، ماهوش فرنسي، ماهوش فرنسي، ماهوش فرنسي، وشارك في الأحزان وفوطوا عليه ناس وكما قال واحد ورجع رئيس. كان معاه إيمانويل فالس هذا اللي كان رئيس حكومة سبنيولي، سبنيولي. اسكو حنا نقدروا يجينا واحد مغربي ولا واحد تونسي ويشارك معنا في الحزب ويقعد معنا هنا في الجزائر ويشتي البلاد، نعطيه حنا يحكم حزب، نعطيه يحكم جمعية، نعطيه يكون رئيس كيف اسمه، يكون رئيس حكومة. نضحكوا يا نضحكوا كل اي نضحك، محال محال. حنا هنا اليوم في بعضنا، حنا هنا جزائريين في بعضنا، الدب قريب ياكل الجحش، الدب قريب ياكل الجحش. علاش؟ بوكوا؟ اسكو هاد التقابيض كامل اللي صاري هذا في لافلان، والتقابيض هذا كامل اللي صاري في الاحزاب الاخرى، والتقابيض هذا كامل اللي صاري في على الرئاسة كما صارت في 2019، اسكو هذا كامل على جهة البلاد؟ انا نقول لكم كونوا صراحة وقولوا لي، اسكو هذه المشاكل كاملة اللي صارت 2019 ولا الناس اللي خرجت لبرا والناس اللي دارت والناس اللي اسكو هذا كامل والناس اللي لاحوهم في الحبس والناس اللي اسكو هذا كامل على جهة الانتيرين تاع البلاد؟ اسكو كاينة منها؟ انا اللي يقول لي هذا كل درناه على جهة البلاد نقولوا انت منافق، انت انسان منافق. باسكو الانسان اللي يحب البلاد يضحي بالشي اللي عنده، يضحي حتى بالكرسي نتاعو. قال انا اليوم يا خويا راني في الكرسي هذا حاكم البلاد والبلاد رايحه للخلا، البلاد ماهيش مليحه، يا خويا خليك ما كان يجي واحد اخر يعدلها خير، نروح نضحي. هذا هو اللي يحب البلاد، مي هذي ما يديروهاش، ما يديروهاش. حنا عندنا في لي بي ديفلو لي بي هذو نون ديفلوبي رايتو لي بي دو شير موند، يتنحى الرئيس كيموت، يتنحى الرئيس بالانقلاب، وعمره ما يتنحى الرئيس بالفوت يعني بالانتخاب ولا بالصندوق ولا كيما قال واحد واحد وحده يديميسيون. قال اخويا انا ما نقدرش، سمحوا لي يا جماعه، انا يا خويا شو ديميسيونير، ما يديرها حتى واحد، ما يديرها والله. لو كان نخليه الرئيس، لو كان يبقى يمشي ما يظهرش خلاص، بوتفليقه وما احنا كنا نحطوه في الكروسه، لو كان يلقى واحد نهزوه في البرونكار نمشيو به في البرونكار، يقول لك انا نبقى رئيس. شفتي؟ هذه هي اللي هلكت البلاد، هذه هي اللي الانانيه هذه والانتيري بيرسونيل، وهذا بوتفليقه هذا مسكين، وهذا او ماهوش هو اللي يحب يقعد من الناس، هذاك الانتوراج نتاعو هذاك اللي هازين الكادر وهازين منا وهازين منا، هذوك هما اللي دزوا فيه وهذوك هما اللي يقولوا له لازم تقعد،
ماهوش لصالحه هو وماهوش لصالح الوطن، بصح لصالحهم هما، لصالح الناس هادو. دونك هاد الناس هادو ما يحبوش البلاد. انا لو كان جيت في بلاصه نمشي تبول هاد الناس اللي راهم لبرا، الناس اللي راهم لبرا سيرتو الناس المعارضين. انا ما نهضرش انا على الناس هادو اللي قاعدين لبرا او قاعد ودار ودار وهاي فلانه وهاي فلتانه، هادي ما نعطيلوش قيمه، خلاص نخليه يدي روحو براسو يقول واش يحب. كيما قال واحد، واش انا نحكم في الناس انا في اللي يهضر في في في, في 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 الفيسبوك ولا يهضر في اليوتيوب، مداروا مداروا ولا نجري في عقابهم؟ انا مريض، انا مانيش قد المسؤوليه. اذا رحنا واحد انايا يغلبني واحد اللي راه في الفيسبوك يتكلم عليا وانا نبعث له الناس ولا نبعث له، انا والله 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 نضحك خلاص، حتى كيقولوا لي واحد نضحك بالراس ونخليه يهضر لروحهم. هاد الناس هادو انا نهضر على الناس اللي نتاع السياسه، الناس تاع السياسه كيما جماعة الماك، سيرتو جماعة الماك. جماعة الماك هذه قنبلة، هذه قنبلة اللي راح تنفجر تنفجر، وكي تنفجر راح تضر البلاد وتضر العباد وتضر بزاف الناس. إذا صح حبينا نديرو جزائر موحدة، أنا من لي بارتيزون تاع جزائر موحدة. أنا ما نحبش ندير جزائر مقسومة، هذو نتاع باسكو نتاع الماك هذو جزائريين، جزائريين. واللي يقول ارهابيين راهو غلط في حساباته، اللي يقول هاد الناس هادو راهم معك يقولوا هما خونه راهو غلط في حسابو. هادو عندهم بوليتيك، هما عندهم عندهم سياسه يديروا فيها. انت السياسه نتاعك نتاعهم ما تساعدكش انت، يا هادي حاجتك. كيما حنا السياسه نتاعك انت ثاني ما تساعدناش، بصح هذه حنا هذه حاجتنا، هذه حاجتنا يا اخي. كل واحد عنده سياسته، كل واحد عنده السياسه نتاعو، مي سامبلومون لازم السياسه هذه تدار باش كل واحد يجيبها باش نعدلوا البلاد، ماهوش باش نكسروا البلاد. دونك اوليو باش نضلوا نسبوا في الناس هذو ونعتوا فيهم بالصبع، وانا نقول لكم الحق، انا جماعه الماك هذو انا مانيش معاهم في الاطروحه نتاعهم نهائيا نهائيا. بصح انا ما نسبهمش، انا ما نقولهمش انتم راكم خونه ولا انتم راكم مرتزقه ولا انتم راكم ارهابيين، حاشا حاشا ويلا. انا محترمهم، علاش؟ باسكو سو سون دي زالجيريان كيمانا، سو سون دي زالجيريان كيمانا. كيفاش انا نقصي الناس انايا ولا واحد ما يتفاهمش معايا ونقولوا انت ارهابي؟ سبحان الله. كيفاش انسان يتكلم يقول لك اخويا انا عندي اون ايدي، انا الجزائر هذه نحب لو كان غدوه نكون في السلطه نحي البروغرام هذا ندير البروغرام هذا، انت تحب تنحي البروغرام هذا ندير البروغرام هذا، انت خاين انت كذا، ونطيع عليه بالسبان والشتم وكذا ومنا، ونجي نقول انت ارهابي، ونجي نطلب من البلدان هذه اللي حاكمه نقول لهم سلموهم لنا، ومازلنا في عهد الديكتاتوريه ومازلنا في عهد ما تصلحش هذه. دونك الاولويه هي انه هاد المسؤولين اللي راهم ضب في السلطه هما اللي قادرين يروحوا لهذا المشكل تاع الماك هذا، نقعدوا معاهم في الطابله ونبعثوا لهم ناس ونجيبوهم. وقال خويا بالضمانات ارواح تخدم بلادك، ارواح تخدم بلادك يا خويا، ما حد ما يمسك واحد لا يلحق في الحبس واحد لا يا خويا. ارواح نديروا كيما قال واحد، يا اخي انت عندك بارتي بوليتيك دير بارتي بوليتيك يا خويا، روح. واش طالبين هادو نتاع الماك هادو؟ واش طالبين؟ واش قالوا نديرو؟ واش قالوا نديرو؟ قال لك اخويا حنايا انا امازيغ، انا عميه امازيغ بالفم والملا. نعم نو سون دي امازيغ، ايه واش كاين فيها؟ قال الدرابو نتاعنا هذا منا، ايه الدرابو نتاعنا ومن علاش هذا موش درابو نتاعنا؟ نجمو نديرو حتى 30 40 ولا 40 درابو، ومن بعد نجمو حتى الدرابو نتاع الكاهنات كامل كي خلاص نجبدوه، وين المشكل؟ وين المشكل؟ علاه يضرنا حنا؟ علاه يضرني انا كي ندير درابو انا؟ واش يضر فيا؟ واش يضر؟ اسمع الدرابو نتاعنا لازم خضر ونجمه وهلال، لا هذا بعثه ربي الدرابو هذا ولا؟ الدرابو داروه ناس غدوه نجمو نبدلوه، وين المشكل؟ علاه المشكل تاعنا كتانه وفيها مصوره فيها اعلام كيسمو نجمه وهلال ولا نديرو فيها بقره ولا نديرو فيها ما على باليش نديرو فيها، هذا هو اللي يضرنا حنا؟ ما يضرناش، حنا نشوفوا البروغرام اللي مليح، البروغرام اللي عنده الشعب يفوطي على ان بروغرام، يا خويا روح فوطي روح. خاطرش الناس نقول لكم كاين الناس ماهيش لليوم ما على بالهمش كيفاه تسير البلاد، ما على بالهمش، ما يفرقوش حتى بين الدولة
وبين الحكومه، ما يفرقوش الناس هذو. كيما تاع الفيس، شفتوا تاع الفيس واحد النهار، نهار تاع الفيس الناس فوطوا عليهم الشعب، نورمالمون يجيو يدخلوا يحكموا الحكومه ويبداو يسيروا، بصح الدوله ما يقيسوهاش، الدوله تبقى هي هي. جا قالك لا، قالك نحيو الدوله. شتو كيفاه يا جماعه؟ كيفاه الناس ما تفهمش؟ ولا شتو كيفاه؟ كيما جماعه هذو حماس، سي لا ميم شوز نتاع غزه هذو، حتى هما بكري ديما هذوك جماعه معك باش يعيطوهم فتح، بارتي تاع فتح هذاك ديما كي هو كلا فلان هو اللي يسير. واحد النهار فوطاو الناس على حماس هذو، كي فوطاو على حماس نورمالمون حماس واش يدير؟ يجي يهز الدستور لا كونستيتيسيون ويديروا رئيس حكومه ويسيروا، وعندهم راي ويسيروا البلاد كيما كانت. واش هو اوليو باش يكون واحد من هذه من البارتي هذا نتاع فتح، لا يكون اللي يسير رئيس الحكومه من البارتي نتاع الحماس ويبدا يسير نورمال. قالك لا ها نديروا دوله اسلاميه، نحي الدوله خلاص وندير. هاي المشكله وين يجيها؟ ما تنجم لا دير دوله اسلاميه، لا تنجم تمس الدوله، الدوله عندها المؤسسات نتاعها ما يمسها حتى واحد. جا لا فلان، جا الرسيدي، جا لا فاس، جا محال باش تمس الدوله، الدوله تبقى بالمؤسسات نتاعها ما يمسها حتى واحد. مي سامبلومون القوانين والتير نتاع الحكومه يتبدل، يحبوا يبدلوا يبدلوا. انا لو كنت نجي باكزومبل نحكم يعطوني انا كون بارتي بوليتيك وغدوه نجي الدوله تبقى هي هي، الرئيس يبقى هو الانسان اللي فوطوا عليه يبقى رئيس، رئيس الحكومه من البارتي اللي فوط عليه الشعب، ونديروا البروغرام اللي فوط عليه الشعب هذاك يحطوا كما قال واحد يسير به الحكومه، وغدوه تروح الحكومه هذه تجي حكومه اخرى، حكومه تروح حكومه تجي حكومه تروح، كما يديروا في البلدان المتحضره والبلدان المتقدمة والبلدان اللي عندهم راكم تشوفوا فيهم اليوم في فرنسا في الامريكان. في شفتوا انتم في فرنسا خطرة واحد جا حكم ربح باكزومبل لا دروات ولا لا غوش ولا السونتر، قال يا نحيوا علينا الحكومة الدولة هذه، الدولة ما تنحاش، الدولة الجيش والبوليس وهذو كل خاتيين، ما كانش في الحساب نتاع البوط هذو، ما كانش ما كانش. الدولة تبقى هي الدولة، ما تمس ما تمسش. الحكومات يتبدلوا، يجي وزير يروح وزير يتنحى وزير، يجي رئيس حكومه يتنحى رئيس حكومه، هذا عنده برنامج ادروات، هذا عنده برنامج اغوش، هذا عنده برنامج منا، وكل برنامج يسير البرنامج المليح اللي فوطي عليه الشعب وهي ماشيه. سي سا سكون دوا فير، سي سا سكون دوا فير. انا غدوه نجيب جماعه الماك هذو نجي نقول لهم خويا اروح حبيتوا ديروا سياسه، مرحبا بكم ديروا سياسه يا خويا، ديروا سياسه وفوت عليكم الشعب يا اخي، مرحبا مرحبا بكم. وزيد هذه نتاع الار سي دي يكون غير في تيجي وزو، والار سي دي يكون غير في بويره، ولا يكون لا يا اخي لا 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 لا، الار سي دي يكون في 58 ولايه، لفافاس يكون في 58 ولايه، والار سي دي واش يكون فيه؟ يكون فيه الشاوي والقبايلي والتركي والعربي واليهودي هذا هو البارتي بوليتيك. سي سا لو بارتي بوليتيك. لو بارتي بوليتيك ماهوش قال ايا القبائل ديروا حزب، ايا الشاويه ديروا حزب، ايا بني بزاف ديروا حزب. واه سا با با، مي فوز دي مالاد. نو مسيو سي با سا. البارتي بوليتيك يكون فيه بزاف يكون فيه حتى ديزيترونجي اللي قاعدين معانا هنا في الجزائر وعندهم دوبل ناسيوناليتي يشاركوا فيه. يشاركوا في الحزب هذاك، باسكو الى سيدي نقدر انايا في خنشله يكون لو ار سي دي كيما قال واحد فيه الشاويه وفيه القبائل وفيه التوارب وفيه منه وفيه هذا كامل ديال ار سي دي في خنشله، ولا ار سي دي في الجزائر، ولا ار سي دي الكل، ونتلاقاو كيما قال واحد. اذا فاز الار سي دي مرحبا يسير الجزائر. علاه ما يسيرش الجزائر الار سي دي؟ بوركوا؟ علاه ما يكونش الار سي دي في واش يقولوا يجي نهار وين يكون هو بعد يسير؟ بوركوا با بوركوا؟ علاه ما يكونش؟ علاه هم جزائريين؟ علاه غير صباح البي تي هذا نتاع مدام لويزا حنون ما يسيرش البلاد؟ علاه ما يسيرهاش بارتي واحد اخر؟ بوركوا؟ بوركوا غير ديما غير لعاب حميده ورشام حميده؟ يا خويا مالك عندك سي با لا بان، سي با لا بان نشاركوا في السياسه خلاص، ديروا انتوما واش بغيتوا اسيدي وخلاص. راه ما كان خليو تبون هذا يحكمها 100 سنه اخويا، قال مشي تبون ايا نفوتيو عليك اخويا تحكمها حتى لا غالب عليك، حتى ما عادش تنجم تطور خلاص وما عادش تتلوف خلاص هاك الساعه وخلاص با لا بان نكسرو ريسانا. نو مسيو سي با كوم سا. ان بارتي بوليتيك سي ان بارتي اللي فيه مجموعه من الناس يتفاهموا على برنامج، البرنامج هذاك يسيروه
ونحيو عليه المشاكل، خاطرش لو كان ما نروحوش تو تسويت يا ناس، الأولوية نتاعنا دركا اللي دركا هذه أولوية الأولويات. نحيو علينا المشكل هذا نتاع جماعة هذول ماك اللي رايحين يقول لك حنا نحبوا نخرجوا وحدنا. ها؟ راهو يجي النهار اللي الناس هذو اللي ما يشتيوناش اللي ما يشتيوش البلاد هما ماهمش جايبين الماك باسكو يشتيو الماك. نو مسيو نو 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 راكم غالطين، راهم جايبين الماك باش يفسدوا لك البلاد، باش يقسموا لك البلاد، ويحبوا يقسموها سي محمد. وانا نقول لك يحبوا يقسموها باسكو غدوه كي يجيب لك يحط لك كيف اسمهم لي كاسك بلو في الجزائر ولا في كاش بلاصه، اروح انت قول لهم لي كاسك بلو ما يكونوش. دونك هو واش يدير لك الانسان اللي راح يضربك، يجيب لك هاد الناس هادو يضربك بالناس هادو. قال هاد الناس ما حبوش يخليو الناس تخدم، هادو جزائريين حبوا يخرجوا وحدهم ما خلاوهمش، والناس تسند فيهم والناس هي منا ويولي وقت ساعه يديرولنا مشكل من غير مشكل، ويوليو يكسمونا البلاد من وما لو كان غير تحبس برك من هادو الماك برك، باسكو كاينو اخرين يوليو يقعدوك كيما السودان. شتو للسودان واش صرا؟ السودان كان هذاك المجنون تاع الرئيس نتاعهم هذاك عمر البشير كان باسم العصا هز العصا وندير ها نقسمو له السودان اون دو، قسمو له السودان اون دو. كيفاش تجي انت تطبق انت الشريعه نتاعك على ناس مسيحيين؟ كيفاه يا عمر البشير الهيشه، اسمحوا لي بالكلمه هذه، هاك اليوم هاو في الحبس يطيش والسودان تقسم على زوج، ودوكا راهم في حرب اهليه راح يتقسم في علانيه، وبدات تنحى خلاص، بدات تروح خلاص. دونك حنا لازمنا نكونوا واعيين ونخدموا العقليه، نخدموا لا ساجاس، ما نخدموش القزوله. يقول لك الرونجاز هو الحل، ويكذب عليك. الرونجاز الحل هو عندك انت، تقدر بالرونجاز تاعك تغلب الناس اللي يعني. بصح الناس اللي فوق كما قال واحد في ليستازوني دامريك، واللي في الاوروب، واللي في الامم المتحده، الرونجاز تاعك ما يدير والو. الرونجاز تاعك هذاك ما عنده ما يدير، هما اللي كوموندي، هما اللي غدوا صباح لو كان يحبوا غدوا الكونسيل سيكوريتي يقول لهم ايا هاد الناس هادو ما حبوش يخليو هاد البارتي هذا ولا البارتي هذا يدير، ايا حطوا لهم ابعثوا لهم لي كاسك بلو خلي باش نحطوا لهم الناس. واش نجم دير انت؟ واش نجم دير انت يا تسمع انت هذوك القصاصبه هذوك اللي يقول لك حنا رانا والله نديرو والله ما دير والو، والله نقسموا لك البلاد وتخذ البلاد على غير شيء. دونك هذه هي الاولويه نتاعنا، الاولويه نتاعنا هي نشوفوا القنابل اللي محطوطين نديزاكتيفيهم هذا الاولى نتاع الماك، نديزاكتيفي نتاع الصحراء الغربيه، نديزاكتيفي نتاع اسرائيل اللي راهم ينعتوا فينا بالصبع ويقولوا لنا انتوما سبب المشاكل، انتوما وايران انتوما سبب المشاكل، رايحين يديروا لنا مشاكل طوطار. واللي يقول يدزوا معاهم الخبر يجيبوه التواله ان شاء الله. انا ما نتمناش لبلادي هذا الشيء هذا، مي الخبر يجيبوه التواله. خاطر ما نهضرش انا مع هاد الناس هذو اللي راهم ساعه ساعه ويبعث لي واحد يقول لي انت صهيوني وانت ما نعرف واش وانت، انا بور مو هذو سون دي بارازيت، هادو سون دي بارازيت ما نعطيهمش حتى قيمه خلاص، عرفت كيما على بالهمش حتى واش راهم يقولوا، ما على بالهمش حتى. انا نقدر نقول لكم لو كان نوليو نهضروا باش يقولوا بالعاطفه، اه نقول لكم شوفوا حنا الجزائريين قادرين بلي بومبي نتاعنا نهزوا لي بومبي نتاعنا ونروحوا نحاربوا اسرائيل نمسحوهم من الارض، هذا كي نهضر بالعاطفه. بصح كي نهضر بالحقيقه ونهضر بالشيء اللي واقع سور تيران ما نديرو والو، والله ما نجمو نديرو والو. حتى العدس ما نجموش نجيبوه للشعب نتاعنا ياكلو، باش يكون في علمكم، والله ما نقدرو نجيبوه لو كان كي نوليو للحقيقه. دونك لازمنا يفو تخافايي يفو فيغ فيت، والاولويه من الاولويات هي هاد المشكل هذا نتاع الماك، وهذا المشكل تاع الصحراء، وهذا المشكل تاع كيف اسمو هذو اسرائيل، اللي حنا يا اخي ماناش خير من البلدان كامل باش حنا نبقاو نحاربوا في الناس هذو، ونبقاو كيما قال واحد نعتوا في رسالنا حتى نكسونا رسالنا. لا يا اخي لا، انا ثاني كي البلدان الكل، انا هذه الصحراء بينهم وبين المغاربه الله يسهل عليهم يا اخي، دبر راسهم يروحوا للامم المتحده يفريوا مشاكلهم، حنا ما ندخلوش، حنا ما نقولوا لا الصحراء تاع المغرب لا الصحراء الصحراويين، حنا كاين كونفلي
نستناو واش يديروا فيها الامم المتحده. اعطوها للمغاربه مبروك عليهم، اعطوها للصحراويين مبروك عليهم، احنا ما ندخلوش. المشكل تاع الماء كما قلت لكم، هذو بين جزائريين مع بعضهم، نقعدوا في طابله ونحكيوا. اروح اخويا، انت راك جزائري، انت راك راك خويا، انت لازم تجي يا خويا وتقعد معايا ونتعاونوا على بلادنا. ما نتقابلش معاك، ما نتقابل، نختلف معاك سياسيا، نختلف معاك، ما نتقابل معاك، ما نتقابلش معاك. ها هو واش لازم نديرو. ومن بعد نروحوا للمشكل تاع اسرائيل. قال اخويا واش عندي بيني بين اسرائيل؟ عندي دي فرونتيير انا. قال له احنا عرب وحنا مسلمين. ابون احنا عرب وحنا مسلمين؟ لا احنا عرب خير من العرب، احنا لا احنا مسلمين خير من المسلمين. احنا علاه المسلمين الاخرين ما يتقابلوش مع اسرائيل؟ علاه نتقابلوا معها غير انا؟ علاه غير انا اللي لازم نعط روحي انا غدوه باش يعطيوني ضربه للراس؟ بوكوا دونك. هذا هو الاولويه اللي حبيت نقولها لكم. ان شاء الله نزيدو نرجعوا بتاتر غدوه ان شاء الله على مواضيع اخرى ان شاء الله لتهم البلاد. انا هذا هو رايي، واللي عنده راي اخر يا خويا انا محترم رايه، هذا ما كان بصح انا رايي هذا هو. قادر نكون حوايج عندي فيهم حق وحوايج ما عنديش فيهم حق، كيما خويانا تاع الماك هذو بتاتر ما يتفاهموش معايا. الله يسهل عليهم، هما عندهم برنامج تاعهم، الله يسهل عليهم. وانا نشوف واش يساعدني انا، واش يساعد البلاد، او فاش يساعدني انا، واش يساعد الجزائر، باسكو انا ما عندي حتى حاجه اللي تساعدني. انا الحاجه اللي تساعدني هي ان الجزائر تبقى موحده وتبقى تعيش، وتبقاو الجزائريين يعيشوا كيما البلدان كل في رفاهيه وفي هذا. واش يهمني انا؟ انا ما يهمنيش حاجه اخرى. انا باش نحكم ما نحكمش، عندي بارتي ما عنديش. اللي جاي كيما قال واحد، اللي جا ماذا بينا يسير البلاد كيما يسيروها البلدان كامله. وهذا كامل، نقول لكم تبعوا على خير. Bonsoir à toutes et à tous et à demain.